موعد إخباري جديد من أونلايف بدايته من مدينة شرم الشيخ. استقبل مطار القاهرة الدولي عددا من الوفود والشخصيات من مختلف دول العالم للمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم والتي تبدأ بشرم الشيخ غدا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقام وفد من علاقات مصر للطيران وشركة ميناء القاهرة الجوية ووزارتي الخارجية والداخلية بالمشاركة في استقبال الوفود الشبابية وإنهاء إجراءات وصولهم وتسفيرهم على متن رحلات مصر للطيران المتجهة إلى شرم الشيخ. وقد أنهت مدينة شرم الشيخ استعداداتها لاستضافة منتدى شباب العالم والذي يعقد بمشاركة مجموعة كبيرة من الشباب حول العالم من مختلف الجنسيات ومن مجالات متنوعة، جاءوا إلى أرض السلام ليتباحثوا القضايا التي تشغل بال العالم ويطرحوا أفكارهم في هذا المنتدى. استعدادات كبرى تشهدها مدينة السلام شرم الشيخ والتي تستضيف الحدث الأبرز لهذا العام منتدى الشباب الدولي والمقرر عقده في 4 نوفمبر وحتى 10 من نفس الشهر، منتدى يقام بدعوى الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح منصة فعالة للحوار المباشر للشباب من مختلف دول العالم تحت شعار من أجل السلام. رفعتنا كفاءة الطرق والميادين والإضاءة وزودنا مساحات خضراء كثيرة واهتمنا بالورود في المنطقة. احنا برضو اللي زاد علينا المرة دي ان احنا دخلنا منطقة نبل وعملنا فيها اجراءات كثيرة وعملنا فيها اجراءات اعادة رصف وتجهيز، وان المسرح الكبير اللي ان شاء الله هتقام عليه الحفل الافتتاح هيبقى في مدينة نبل، فعشان كده لازم المدينة تظهر بالمظهر المشرف اللي عليه مدينة شرم الشيخ. أعمال التجميل والنظافة تجرى على قدم وساق فضلا عن رفع كفاءة المرافق العامة، بالإضافة إلى لافتات الترحيب المنتشرة في أرجاء المدينة استعدادا لهذا الحدث الضخم الذي سيشهد حضورا دوليا لافتا. مجهود وعمل شاق يستمر على مدار الساعة من أجل منتدى الشباب الدولي بمدينة شرم الشيخ، والذي يعد فرصة هائلة لجذب الأنظار العالمية وانتعاش الحركة السياحية في مدينة السلام. كريستين رياض، أون لايف. بأكثر من 5 لغات تم توجيه الدعوة إلى شباب العالم للمشاركة في منتدى شرم الشيخ. اتسمت الحملات الترويجية بمستوى احترافي مميز وسط توقعات بنجاح كبير للمنتدى. منذ اللحظة الأولى للإعلان عن مؤتمر شباب العالم بدا الاهتمام الخاص الذي يوليه منظمو المؤتمر بالحملة الدعائية للمؤتمر، حيث وجه الشباب المشاركون بالمؤتمر الوطني 5 بالإسكندرية الدعوة لشباب العالم للمشاركة في منتدى شرم الشيخ بأكثر من 5 لغات، وبث القائمون على إدارة المؤتمر فيلما تسجيليا لشرح الفكرة ورصد ردود أفعال شباب العالم حولها. ومع بدء الترويج لمؤتمر شباب العالم عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، لفتت الحملات الدعائية بمستواها الاحترافي العالمي أنظار الجمهور داخل وخارج مصر، فضلا عن ظهور شخصيات شبابية خلال الإعلان مثل نجم منتخب مصر محمد صلاح. ووصل عدد مشاهدي الإعلان الترويجي للمنتدى المترجم ل5 لغات إلى 8 مليون مشاهد خلال أقل من أسبوع منذ بثه على موقع يوتيوب، وسط إعجاب شديد من المعلقين ورواد مواقع التواصل حول مستوى الابتكار والتنفيذ للحملة الدعائية. If you're forced to leave your country, we need to talk. If you face discrimination because of your race, gender, color or beliefs, we need to talk. If you have the voice and want to be heard by world leaders. أما في الجامعات المصرية فكان الإقبال على التسجيل حضور المؤتمر كبير، وهو ما أظهر رغبة الشباب المصري في المشاركة في المحفل الدولي بعد نجاح مؤتمرات الشباب في المحافظات 5. جهود حثيثة وفرق عمل مترابطة وضعت رؤية شبابية طموحة للوصول إلى أعلى مستوى وكفاءة للظهور بصورة تليق بمصر أمام العالم. مدينة شرم الشيخ اكتسبت شهرة واسعة بين مدن العالم، ليس فقط كونها أحد أهم المناطق السياحية في مصر، ولكن لاحتضانها العديد من المؤتمرات الداعية للسلام. هي تحوي أيضا أطول أيقونة سلام حول العالم.
مدينة السلام شرم الشيخ كما أطلق عليها منذ نشأتها لتبنيها أعدادا كبيرة من الفعاليات والمؤتمرات التي جعلت السلام غاية ورسالة. شرم الشيخ تستعد لاستقبال منتدى شباب العالم في 4 نوفمبر لتواصل تحمل رسالتها المتجددة للعالم بأهمية السلام والحوار. شرم الشيخ التي جسدت سمعتها على مستوى العالم تحتوي على أطول أيقونة سلام في العالم وسجلت بموسوعة جينيس كأكبر وأطول عمل معدني فني حول العالم. استعملنا أحدث التقنيات في التصميم والتنفيذ من المنشآت المعدنية اللي هي طايرة على جناحات رعى، وهي جناحات آلهة كلنا بتدعو إلى السلام، ومزينة بحمام السلام بيلف حوالين الكرة الأرضية، كلها من اللون الفضي الستانلس ستيل ما عدا موقع مصر فهو معمول باللون الذهبي، والكرة الأرضية دي شايلها زهرة اللوتس اللي هي برضو من عند قدماء المصريين، مبنية على المية، والمية دي اللي هي مصدر زي مصدر النيل ومصدر الحياة في الدنيا كلها، فإحنا شعب سلام ودعاة سلام. أيقونة السلام يبلغ طولها 35 مترا وعرضها 24 مترا على شكل عناقيد من الجرانيت الأسود، وتحمل أوراق اللوتس يعلوها 8 أجنحة مستوحاة من أجنحة الإله رع، وتحمل الكرة الأرضية بقطر 10 أمتار عليها خريطة العالم من الفولاذ المقاوم للصدأ، ومحدد عليها موقع مصر باللون الذهبي، ويعلوها حمام طائر يحمل أغصان الزيتون رمزا للسلام. بنحاول ان احنا نظهر هذه الأيقونة بحيث ان احنا نتفائل بها، هي واخدنا الأجنحة بتاعة الحمام في السلام، واخدة العالم كله كرة الأرضية، فيعني احنا بنقول ده رمز لينا بنعتز به، وهي نافورة على فكرة، ونافورة مضاءة وبتشتغل، وفيها مسرح ممكن تقام عليه حفلات في الأوبن إير. عايز أقول مساحة كبيرة تصل لحوالي 3000 متفرج. إن شاء الله هنستخدمها في منتدى الشباب، هنعرض عليها بعضا من يعني الحفلات. كل هذا تم دمجه بنافورة جمالية بميدان السلام لتتوج شرم الشيخ مدينة السلام بأكبر أيقونة حول العالم ترسل من خلالها دائما رسائل السلام للكون. كريستين رياض، أون لايف. منتديات شبابية عدة تنظم في مختلف أنحاء العالم، بعضها يجمع الشباب من مختلف أرجاء العالم، والبعض يختص بمنطقة جغرافية بعينها. أهم منتديات الشباب التي نظمت في العالم نستعرضها مع حضراتكم من خلال هذا العرض. أهلا بكم، نستعرض مع حضراتكم الآن مشاهدينا الكرام أبرز منتديات الشباب في مختلف أنحاء العالم. أولا منتدى الشباب الأوروبي، هو منصة للمنظمات الشبابية في أوروبا، ويمثل المنظمات الشبابية والمجالس الوطنية للشباب والمنظمات الدولية غير الحكومية للشباب، وهو بمثابة أداة يمكن من خلالها تمكين الشباب وتشجيعهم وإشراكهم، حيث يجمع عشرات الآلاف من الشباب من جميع أنحاء أوروبا من أجل تمثيل مصالحهم المشتركة. ثانيا منتدى شباب اليونسكو، أنشئ منتدى شباب اليونسكو في عام 1999 لإتاحة الفرصة للشباب لتقديم أفكارهم إلى الدول الأعضاء والمساعدة في تشكيل اتجاه اليونسكو. وفي هذا المنتدى الذي يعقد كل عامين يجتمع الشباب من 195 دولة عضوة في مقر اليونسكو بباريس، ويتوج المنتدى بمجموعة من الإجراءات الموصى بها لتقديمها إلى المؤتمر العام لليونسكو. منتدى شباب مجموعة 200، يعقد المنتدى في الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر من عام 2017 في دبي من قبل جمعية جي 200 التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، وسيكون هذا المنتدى واحدا من أكبر الفعاليات الدولية التي تنظم للقادة الشباب من حوالي 200 دولة، يشارك فيه أكثر من 300 شخص من القادة الشباب والطلاب والأكاديميين وممثلين عن عالم الأعمال والحكومات. منتدى الشباب العربي الأوروبي، يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون والحوار المتبادل بين قادة الشباب الأوروبيين والعرب وممثلي رابطات الشباب حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك في إطار الالتزام بثقافة حقوق الإنسان العالمية والحوار بين الثقافات. نظمت الدورة السادسة من المنتدى بالمملكة المغربية في إبريل من عام 2017، وحشد المنتدى منظمات الشباب من المناطق العربية والأوروبية للمشاركة في الحوار والتعاون
ضد التطرف وخطاب الكراهية. استعرضنا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام أبرز منتديات شباب العالم، شكرا للمتابعة في أمان الله. قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة إن منتدى شباب العالم يعد رسالة سلام من مصر للعالم ونقلة نوعية غير تقليدية في الحوار الحضاري بين الثقافات المختلفة. كما أكد جمعة أن الحوار بين شباب العالم يضفي على فعاليات المنتدى حيوية وديناميكية وأملا أكبر للمستقبل، مشيرا إلى اهتمام الدين الإسلامي الحنيف بإرساء قيم التسامح والسلام. ستظل مدينة شرم الشيخ درة التاج في مدن مصر السياحية، حيث أسهمت مدينة السلام في نقل مصر إلى مصاف الدول السياحية الكبرى. في نقطة التقاء قارتي أسيا وإفريقيا بمدينة شرم الشيخ يقع أقدم وأكبر مناطق الجذب السياحية خليج نعمة. خليج طبيعي يعتبر المركز الرئيسي لاستقطاب السياح في شرم الشيخ. هذا المكان له سحره الخاص صباحا على شاطئ البحر الأحمر، حيث الشمس الساطعة والأنشطة المائية المستمرة طوال العام، وتبهرك أضواءه ليلا، فالمنطقة تركيزها الأساسي على الترفيه والتسوق وتلبية الاحتياجات اليومية للسائح في شارع طويل دائم الحركة والنشاط ومليء بعروض ترفيهية حية طوال الليل. أنا أول مرة يعني بجي هون على مصر يعني، بس يعني اليوم جيت يعني وضع كتير حلو يعني، وكل شيء يعني فيه وكل شيء متوفر وكل شيء يعني تمام. وانا من الاردن يعني، هسه في كتير شغلات يعني، الاوتيلات كتير منيحه والشط يعني كتير حلو، وفي اماكن سياحيه كتير حلوه هون، حتى سينا القديمه يعني انه حلوه. حبيت اجي شرم الشيخ والحمد لله يعني كويسه، ونزلت خليج نعمه يعني، وخدمه ممتازه وامان، ويعني كنا مرتاحين فعلا والجو حلو ما شاء الله يعني. يعني انا هاي ثاني زياره لخليج نعمه، ما شاء الله يعني الاستقبال كان طيب، وكثير كثير سياحه فيه بجنن، وما شاء الله المصريين كثير كثير محترمين واحترمونا، وزياره كانت طيبه فعلا يعني مثل ما حكونا، السياحة بمصر كثير كثير طيبة. لا يقتصر سحر هذا المكان على السياح الأجانب فقط، فهو مكان رئيسي لجذب السياحة الداخلية أيضا. خليج نعمة يتميز أنه هو دايما بالنسبة فيه بيجمع حاجات فلكلور الجميل الحلو، كمان بمجموعة الكافيهات اللي فيه بالمطاعم اللي فيه، بتبقى معاملتها للزبون معاملة كويسة، وتغير كل حاجة اتغيرت بالنسبة للخرطجية قالوا خلاص. الأمن قايم بدور حلو جدا جدا في خليج نعمة، متواجد خلال 24 ساعة، ودي حاجة بتميز وحاجة بتدي أمل للسائح وبتخليه يتحرك بحرية. أجواء نشطة وشارع حيوي يلمع بإضاءة ساطعة مبهرة وسط حفلات موسيقية في كل مكان، وشهد تطور كبير لاحظه العاملين به على مدار السنوات. مكان يمزج بين الثقافات المختلفة، الطراز البدوي والحضارة المصرية في طياته، إلى جانب أماكن ترفيهية عالمية يجمع مزيج من ثقافات العالم بلغاتها المختلفة وزائريه من مختلف بقاع الأرض، في نموذج حي للتعايش في مدينة السلام شرم الشيخ. كريستين رياض، أون لايف. منتدى شباب العالم، رسالة سلام من أرض مصر. يعتبر المؤتمر الوطني للشباب اللي بيقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منصة فعالة للحوار المباشر بين الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة والشباب المصري الواعد اللي بيطمح في بناء مستقبل أفضل لوطنه. ولأن الشباب هم المستقبل الحقيقي في بناء التعاون والتكامل، أطلق الشباب المصري دعوة للشباب من مختلف دول العالم للمشاركة في منتدى شباب العالم، واللي هيقام في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2017، عشان ينقل للعالم رسالة سلام وتنمية ومحبة من أرض السلام أرض مصر.
بيضم برنامج منتدى شباب العالم مجموعة متنوعة من المحاور اللي بتناقش قضايا وموضوعات تهم مختلف الفئات الشبابية حول العالم، واللي من خلال جلساتها هيعبر شباب العالم عن وجهات نظرهم ويطرحوا أفكارهم ويتبادلوا تجاربهم. ومن أبرز المحاور دي محور قضايا شبابية عالمية، واللي بيناقش قضايا الإرهاب ودور الشباب في مواجهتها، ومشكلة تغير المناخ والهجرة غير المنتظمة واللاجئين، ومساهمة الشباب في بناء وحفظ السلام في مناطق الصراع، وكيفية توظيف طاقات الشباب من أجل التنمية. محور التنمية المستدامة والتكنولوجيا وريادة الأعمال، واللي من خلاله هيتم التعرف على رؤى الشباب لتحقيق التنمية المستدامة حول العالم، واستعراض التجارب الدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعرض تجارب شبابية مبتكرة في مجال ريادة الأعمال مع مناقشة تأثير التكنولوجيا على واقع الشباب. محور الحضارات والثقافات، وبيضم موضوعات خاصة بالفنون والأداب والهوية الثقافية، وكيفية تكامل الحضارات والثقافات والاستفادة من تنوعها واختلافها، بالإضافة إلى البعد الثقافي للعولمة وأثره على الهوية الثقافية للشباب. محور صناعة قادة المستقبل، وفيه بيتم استعراض التجارب الدولية البارزة في تأهيل وتدريب الشباب ودور الدول والمجتمعات في صناعة قادة المستقبل. وأخيراً نموذج محاكاة الأمم المتحدة، واللي هيشارك فيه أكتر من 60 شاب من مختلف دول العالم لمعايشة تجربة حية للي بيختبروا ممثلي دول مجلس الأمن في الأمم المتحدة، والتعرف على مختلف وجهات النظر والحلول أثناء مناقشة موضوعات متنوعة بتدور حول مجابهة المخاطر اللي بتهدد السلم والأمن العالمي، والتحديات اللي بتواجهها الدول نتيجة لموجات الهجرة غير المنتظمة والحروب السبرانية وتهديدها لأمن الدول. جولتنا الإخبارية مستمرة مع حضراتكم بعد فاصل قصير. أهلا بحضراتكم مجددا. أعلن الجيش السوري سيطرته على كامل مدينة دير الزور، آخر كبريات المدن التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي. بعد سلسلة من العمليات الدقيقة أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة مهامها في إعادة الأمن والاستقرار إلى مدينة دير الزور بالكامل، بعد أن أجهزت على ما تبقى من أوكار تنظيم داعش الإرهابي في المدينة. في العراق استعادت القوات معبرا حدوديا مع سوريا من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، وجاءت استعادة المعبر الواقع على طريق يمر بمدينتي القائم في العراق والبوكمال في سوريا، بعد أن دخلت القوات العراقية القائم التي كانت واحدة من آخر المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في العراق. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يأمل في أن تنجح المبادرة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، مشيدا بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات على حد تعبيره. يستهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أولى جولاته الأسيوية باليابان التي يصلها في وقت لاحق من هذا اليوم، وتشمل جولة ترامب التي تستمر 12 يوما 5 دول آسيوية هي كوريا الجنوبية والصين وفيتنام والفلبين إضافة إلى اليابان. وتتمحور المحادثات مع القادة الآسيويين على الملف الكوري الشمالي، كما من المقرر أن يلقي ترامب خلال زيارته في 7 و8 من هذا الشهر خطابا أمام برلمان كوريا الجنوبية، كما سيقوم بزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية هناك. ختام النشرة تذكير بعناوينها: استعدادات مكثفة بمدينة شرم الشيخ لاستضافة منتدى شباب العالم. الجيش السوري يفرض سيطرته على كامل مدينة دير الزور. والقوات العراقية تسيطر على معبر القائم الحدودي مع سوريا من قبضة تنظيم داعش. بإمكانكم دوما متابعة مزيد من الأخبار من خلال حساباتنا الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. لقاءات إخبارية متجددة دوماً.